السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم من جديد على قناة باب الأمل تيوب، قناة كلها أمل وتفاؤل، قناة لأي طالب حاس روحه باللي في مرحلة الخطر وحاس روحه باللي يئس ومستسلم وبدأ يتراجع وبدأ راح كما نقولوا هالمورال هابط ومزاجه متعكر. ايتو هذه قناة ربي بعتها لك عسى ان تكون خيرا لك وتفيدك ان شاء الله بليزانفورماسيون هنقدمها ملكم انا في الفيديو تاعها كامل. نرجع نعاود نقول لكم دائما وابدا كي تشوفوا لي فيديو وتستفادوا ما تنساوش ديروا شير لكامل صحابكم باش يستفادوهم ايضا معكم، لانه انت كي تستفيد وتفيد غيرك هذه حاجه مليحه بزاف بزاف. كون انت جزء في افاده غيرك ودير الشير وفيد المجتمع اللي معاك وفيد كامل الناس اللي معاك. كما كنت نقول لكم حطوا لايك للفيديو قبل ما نبدا فيها، كذلك لايك للفيديو كومونتيو لي فيها بارطاجيوها لكم اصدقائكم وزملائكم ونبداو على بركه الله. حبيت نقول لك باللي في لافيتالين اصلا كما شفتي في معمل تاع لافيديو اللي هو بعنوان معدلك باختيارك انت وبقرارك انت، يعني حبيت نقول لكم اسكو نتايا مستعد ومقرر انك تدي معدل جيزويت وقاعد تخدم على معدل جيزويت راح توصل لمعدل جيزويت، واثق باللي راح تجيب الجيزويت وقاعد تسعى وتجتهد ودير كونفيونس في نفسك ومقرر هذا الشيء وكما نقولوها كاتبها سواء معلقه في الحيط تاعك سواء كاتبها في كاي تاع الاهداف تاعك ايا من تكن، مقرر 100% انك تجيبو 18 وتخدم على هذا الشيء وتوكل على ربي انه هو حسبك توكل عليها راح تجيب الجزويت. ولكن لكن انت يا يائس ومتشائم ونهار كامل وانت قاعد تندب حظك وتشكي للناس باللي ما رايحش تلحق المعدل الكبير واصلا الباك صعيب ام حنقدر نجيبه ولا كان جبت معدل جدو ضعيف ولانه الدروس صعبه متراكمه ما مديش بروغرام لنفسك ما فهمش اصلا روحك وش من طريق تسلكها باه توصل للهدف تاعك كذا وكذا وكذا وتقع وتتخبط وبعيد على ربي وما تصليش صلاتك وعلاقتك حتى وان كنت تصلي وممكن ما تقراش القران وممكن ما كانش عندك الايمان القوي في قلبك، لانه الناس اللي تصلي مش دائما عندها ايمان قوي، ممكن يكون يصلي صلاه كيما نقولها سطحيه جدا جدا ما يحكيش مع ربي سبحانه وما يفتحش قلب الله عز وجل اكثر واكثر. المهم في نهايه العام نجد الشخص الاول فريمون دا 18 واصبح من الاوائل في مراتب العليا والشخص الثاني ها يا اما رصب يا اما ذهب معدل ضعيف وما حققش حلمه، اصلا هو ما عندوش حلم وبعد تسألهم يقول لك اللي دا 18 عنده حظ، اللي دا 18 عنده في الراس، اللي دا في 18 امكانياته تسمح له، اللي دا 18 اصلا الجو كان مكيف واصلا عندهم الدراهم باه قادر يدير لي كوك وباه قادر يشري كتب وبا با 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 ويعطي اعذار ليصدق عليه القول، اكدوا لي عليها ليصدق عليه القول عذر اقبح من ذنب، عذر أقبح من ذنب. لك الاختيار، معدلك هو اختيارك، كل شيء الواقع تاعك هو نتيجة تفكيرك واختياراتك. صو لكن انت يا اخترت انك انت تجيب جزويت وتكون مع الاوائل وغدا ان شاء الله باكش على الجامعة بتخصص مليح سواء ميدسين سواء معلم سواء مهندس سواء محامي قاضي مدير اي من كان حلمك، انت هنايا قررتي واخترتي معدل تاعك، انت قررتي داخلك قررتي انك انت واخترتي انك تكون مع الممتازين وكلاسيتي روحك في قائمه المراتب العليا والناس اللي عندهم فائده والقمه، بينما الشخص الثاني عام كامل هو يندب حظه مستحيل تقول له بلي تديتي من اها من اول نديتي من اها نديوه برك، لكن ديناه برك
تبقى تحكي معاه ديما محبط، ديما متشائم، ديما الكلمات السلبيه والافكار يعني انك تقعد باكي معاه يعطيك طاقه سلبيه رهيبه. هذا حط روحه واختار هو انه يكون في قائمه اسفل السافلين، اختار انه يكون في قائمه الناس اللي ما ناجحاش، اختار انه يكون في قائمه الضعفاء، اختار انه يكون في قائمه الرسوبيه، ومن بعد كي يرسب يقول لك الباك ابو الصعيب يقعد في الدار بطال، لا حلم لا مشروع لا ور، وهي حياته رايحه هك. ومن بعد اكيد يولي يقول لك الدوله وما دوله، يدخل لك في عالم السياسه على اساس انه هو يفهم. بينما الشخص الثالث اللي نحكي عليه هو استثنائي نوعا ما، لانه انا في الدنيا هذه بشكل عام كاينين شخصين، شخص يقرر انه ينجح وشخص يقرر انه يفشل، شخص تفكيره كامل بالنجاحات ومراتب العليا ويتابع الا انجازات العظيمه، يخالط الناس المتقدمه، الناس الاولى، الناس صاحبه المراتب الاولى، الناس الناجحه، الناس المثقفه، يعديوه يعني كما قالوها مصاحب الثقافه، يتبع الثقافه، يقرا كتب، يطالع، يفهم، يغير من ذاته، يقوي نفسه، طاقه ايجابيه، يسعى في الدنيا، يصلي صلاته، يتوكل على ربي سبحانه، يقرا القران ما شاء الله ما شاء الله عليه، كل يوم يزيد اكثر واكثر واكثر، ما يسمعش الكلام السلبي، يحاول ياكل اكل صحي على قدر ما يمكن، يتقرب من ربي اكثر واكثر، يتخدم القران صديقا له، يشكر ربي على جميع النعم، كل الصفات مليحه فيه، حياته تتطور، ربي يرزق ويعطيها على قد نواياه، واهم حاجه نيته صافيه وما يضرش الناس اللي معاه، يحب لهم الخير كما يحبوا لنفسه. بينما الشخص الثاني ديما يفكر في الفشل، يفكر في الاحباط، يعطي اعذار لنفسه، ماهوش منظم وقته، فوضوي، كسول، خايب، ما عندوش ديك الطموح والإرادة والعزيمة، زيرو بالمية، زيرو زيرو بالمية، نهار كامل هو قاعد مع الناس على القيل والقال والتفاهات، هذه فيسبوك، هذه مواقع التواصل الاجتماعي، ولا واحد يشتافها، ما يقراش الكتب، ما يبحثش وما يطورش من ذات، ونهار كامل أوقات الفراغ تقعد تروح ديما في اللعب والفوضى وهذاك. المهم ما عطيش راحة لنفسه، يضغط على نفسه، عصبي جدا، يسمع الناس المحبطة ويصدق الكلام السلبي، ما يقراش القرآن دائما وأبدا، أن يكون فاشل، لأن ربي عز وجل قال من شاء منكم أن يتقدم ومن شاء منكم أن يتأخر، فهو اختار أنه يكون متأخر. هذاك الشخص الأول اختار أنه يكون متقدم، صو الشخص الأول رزقه ربي من حيث لا يحتسب، الشخص الثاني قاعد في أسفل السافلين، وهذه نهيناها وفريناها. أوكي أوكي، كاين شخص ثالث يحكي أنا عليه، هذا الشخص الثالث يؤمن بربي سبحانه، متكل على ربي سبحانه، متكل عليه، وكفى بالله وكيلا، والله يعني كما نقولها متكل بربي كل شيء، يقرأ، يصلي صلاته، يسعى في الدنيا، يطور من نفسه، ويشهد في العام الدراسي، تعرف في النهاية الريزيتا تكون شوية ناقصة، يعني مش كما المعدل اللي هو حاب. كاين نوع كيشوف النتيجة تاعو واطية يقول علاه يا ربي لماذا أنا، على انا قريت وتعبت واجتهدت بصح انت ما وصلتنيش لهدف تاعي، على يا ربي انا دعيتك وصليت لك، يولي يحسب واش كان يصلي ويدعي، فقول انا مغشش منك يا ربي، مغشش منك يا ربي، انا مغشش منك. اوب الشخص الثاني هما نفس الشيء، يسعى هذاك تان ويبدا المجهود ويقرأ ويصاحب الناس الملاح كيما كان يدير هذاك، يعني يسعى وما شاء الله عليها، والنتيجة تاعو كانت كيما بعد صديقه الاخر، كانت هابطة مش كيما كان حاب. صو راحوا تخصص ما كانوش كيما نقول هما تعبوا، صو تخصص اللي راحوا ما كانوش متمنيينو وبمعدل واطي مش كيما كانوا يتمنيينو. الشخص اللي كيما قلت نقول لكم تغشش من ربي سبحانه وزعل وحبس كل شيء وقفت حياته. الشخص هذاك اللي صرات له نفس الشيء وسعى نفس السعي وتعب وشادو قال نو، قال الخير فيما كتبه الله لي، وهذا هو النوع الثالث من الناس، الخير فيما كتبه الله لي، ربي رب الخير ما يجيب الا الخير، نقرا بالشيء اللي عندي، ارضى بالمقسوم تاعو واجتهد وابدع في التخصص وقرا بجدارة من أعلى المعدلات ما شاء الله عليه، شهادات، جوائز ما شاء الله، طور من ذاته،
دير دورات، تعلم حوايج بزاف في حياته، قرا على المشاريع، التخطيطات، على التفكير الإيجابي، قوى هكا شخصية تاعو، قوى الذات تاعو، تقرب من ربي أكثر وأكثر، تميزه القناعة، القناعة كانت بزاف كبيرة عنده، رضى بالشي اللي عنده، يشكر ربي كل يوم على أي حاجة يضيفها من حياته، وهو ماشي في الطريق، هو ماشي في الطريق، بقى متميز في هذاك التخصص، وبقى من أكبر الناس تميزا، وبقى شخص ناجح ودار مشاريع ونجح فيها وأصبح مليونير، مليونير لا يوصف، مش فقط مليونير في المال، حتى مليونير روحانيا بحب الله عز وجل والراحة النفسية والطاقة الإيجابية اللي فيه، وبقى قدوة لجميع الناس وقصته يحكيها لكامل الناس. ففي الدنيا هذه أنواع، نوع ما يسعى ما يلقى، نوع يسعى يلقى، ونوع يسعى ولكن النتيجة ما يكونش كما هو حابها لأنه الخير فيما كتبه الله له. فالمغزى من هذا كامل بلي معدلك اختيارك أنت، أنت يا تختار معدلك وتختار كيف ترسم حياتك لنهار تخرج الريزيل تاعك، انت اللي ترسم هذاك الايام كامل، انت اللي ترسمهم بقراراتك انت، صح حط فكره ايجابيه في راسك وخدم عليها وحط معدل كبير وخدم عليه. مازال الوقت، هنا دوكا في نهايه شهر فيفري، في منتصف عفوا شهر فيفري، مازال الوقت تقدر توصل للمستحيل. ركز مع روحك، نظم وقتك، امشي في الطريق الصحيح وراح توصل، وصدقني راح توصل. لا تنظر للنتيجة، بل المهم انك تسعى، لانه احنا يا فقط نسعى والباقي على من، على الاصل سبحانه وتعالى. اي من تكون النتيجة هي خير لك، صدقني بلي رب الخير ما يجيب الا الخير. كانت عبارة عن نصيحة خفيفة ظريفة مني ليكم، عسى يكونوا كاينين طلبة محتارين وممكن محبطين، هذا يكون فيديو جرعة من امل وجرعة من تحفيز مني ليكم. نحبكم بزاف، ربي يخليكم يا ربي، وبون كوراج للجميع.